إذن أهلا وسهلا فيكم من جديد مشاهدينا. يعني في فقرة حياتنا اليوم رح نتحدث عن مبادرة دير علا بعيون شبابها. هذه المبادرة أطلقت تحت مظلة جمعية شباب الوادي الخيرية يوم أمس الاثنين بالتزامن مع عيد ميلاد جلالة الملك، وجاءت فكرة المبادرة لتعزيز قيم الولاء والانتماء لدى الشباب بطريقة العطاء، حيث تم ترجمة هذه المبادرة وصياغتها برؤى وبجهود شبابية من أجل تمكين وتدريب الشباب وتأهيلهم. وتم تنفيذ هذه المبادرة بالتشارك مع الجمعيات الخيرية والتعاونية والمؤسسات الرسمية والشعبية. حتى نتعرف أكثر حول هذه المبادرة، أهدافها، ما الجديد، يعني ما كيف تختلف عن غيرها من المبادرات. اليوم رح يكون معنا منسق المبادرة المهندس فايز الكبهة. صباح الخير. صباح النور أختنا، صباح الخير إليك ولجميع مشاهديكو، وصباح الخير من نشامة ونشميات دير علا وشباب الأردن عامة لحضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني راعي الشباب وفارس الشباب بمناسبة عيد ميلاده. نتمنى له إن شاء الله العمر المديد. أهلا وسهلا فيك يا أستاذ فايز، تحكي لنا عن هذه المبادرة، كيف تختلف هذه المبادرة عن غيرها من المبادرات؟ يعني نحن دائما فخورين بشبابنا، بيكون عندهم الكثير من المبادرات، ولكن يعني في الآونة الأخيرة يعني حتى صار في شوية عتب على بعض هاي المبادرات، إنها يعني ما بيكون لها استدامة. مبادرتكم اليوم شو الاختلاف فيها؟ هل بالفعل عندكم خطط استراتيجية لاستدامة؟ مين عم تستهدفوا أيضا؟ نعم ستي، كما تعلمين بأنه الشباب هم نصف الحاضر وكل المستقبل. الشباب بتشكل حوالي 70% من نسبة المجتمع الأردني. هلا إحنا كشباب حابين نوصل الرسالة الصحيحة اللي هي موجودة فعلا فينا، وحابين نحط الشباب على الطريق الصحيح. وجاءت فكرة المبادرة بفكرة شبابية لتنظيم ومؤسسة العمل التطوعي والتنموي لدى الشباب. الآن إحنا ارتئينا بأنه ننقل فكرة ومبادرة زملائنا في محافظة عجلون، مبادرة عجلون بعيون شبابها، وهي مبادرة ناجحة. حبينا ننقل هذه المبادرة والفكرة إلى دير علا الذي هي تتبع إلى محافظة البلقاء، منطقة نائية بمواردها ولكن هي قوية وكبيرة بعزيمة أهلها وشبابها. بالتأكيد. الآن جاءت فكرة هذه المبادرة من مجموعة من الشباب من أجل مؤسسة العمل التطوعي والتنموي في دير علا تحت مظلة جمعية شباب الوادي اللي تأسست عام 2011. هدف المبادرة الرئيسي أنه تجد قنوات اتصال ما بين الشباب وصناع القرار أولا. ثانيا سيتم فتح نوافذ اقتراضية لدى الشباب تحت مظلة المبادرة بإشراف الجمعية من جهات مانحة، من إن كانت أجنبية أو محلية. الآن مفهوم العمل التطوعي لم يعد يعني في إطاره الصحيح، وحتى العمل الخيري. احنا حبينا نوصل الصورة الصحيحة للعمل التطوعي، وحابين نترجم ولاء الشباب وانتمائهم وعطائهم وتفريغ طاقاتهم في المكان الصحيح. وزي ما حكيت ما بدنا يكون ولاءنا وانتمائنا لبلدنا وقيادتنا فقط بالشعارات، انما احنا راح نحوله باذن الله الى ترجمه عمليه في عطائنا في البناء في عكس الصوره الصحيحه عن الشباب. وهذا ما نحتاجه يعني استاذ فايز بالفعل. يعني بكفينا شعارات براقه، اليوم نحن بدنا نتحدث عن مبادرات فعليه، بدنا عمل على الارض على الميدان. دير علا مثل ما تفضلت حضرتك بتعاني من الكثير من التحديات. مبادره دير علا بعيون شبابها كيف راح تساعد الشخص البسيط المواطن العادي المقيم في دير علا؟ نعم أختي، الآن كما تعلمين أنه افتتاح وإشهار هذه المبادرة يوم أمس بمناسبة عيد ميلاد سيدنا في قاعة جمعية الوادي الخصيص في دير علا، لما بيحضر 5 نواب مشرعين مراقبين من مجلس النواب الأردني، وحضورهم كان له انطباع يعني مع احترامهم لهذه المبادرة لهذول الشباب حابين يشتغلوا، ولكن بدهم يشتغلوا بطريقه منظمه. وجود اصحاب السعاده النواب والتغطيه الاعلاميه والحضور النوعي، وان كان نوعي او كمي كمان، الحضور امبارح لهي المبادره سلط الاضواء على المبادره، وهذا يعني اعطانا مسؤوليه كبيره انه احنا يعني نبلش بهمه عاليه، واعطانا دافع. الان اصحاب السعاده النواب
احنا يعني راح تكون حلقة وصل بينهم وبين أفراد المجتمع. إن كنا وليست حلقة وصل إني أخذ همه بس أنقل لا، إني أنا أنظم له لقاءات بناء وفعالة. طب كيف راح ينعكس على المواطن يا مهندس فايز؟ باستقطاب الاستثمارات، بدعم المبادرات الشبابية، بالتشبيك بحكم علاقتهم ومنصبهم وواقع يعني وخبرتهم بالعمل، هم بيقدروا يشبكونا. احنا بنقول له شو الاحتياج الرئيسي وهو بحاول يشبكنا. طب اليوم شو الاحتياجات الرئيسية لمواطنين دير علا؟ يا ستي انت يعني دير علا كخواتها باقي مناطق الاردن هي الفقر والبطالة، هذا يعني لا محال، يعني اكيد هو هم جميع يعني ابناء الشعب الاردني وحتى يعني الدول المجاورة وحتى اغلب دول العالم. هلا احنا حابين يعني ابرز الاحتياجات، عندنا في دير علا مثلا مشكله في المواصلات، عندنا مشكله تتعلق في الطاقه، عندنا مشكله تتعلق في الغلاء الاسعار، عندنا مشكله زراعيه بحته، عندنا مشكله في بعد الجامعات، عندنا يعني قله استقطاب الاستثمارات. هلا في امور سهل تطبيقها ولكن بدك التوجيه، وفي امور يعني صعب توجيهها. احنا بنسعى انه يعني 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 نكون يعني ضمن خطه عملهم او خطه عمل الحكومه، زي ما انت عارفه انه صندوق تنميه المحافظات، يعني احنا حابين يكون تقسيم يعني تقسيم هذه الموارد او الامكانيات عادل يعني لجميع المناطق بالتساوي، وانه حتى لدير علا يكون كمنطقه نائيه ان يكون لها نظره اوسع من هيك. يعني الان احنا دير علا زمان زي ما يعني ما بتعرفوا كان قانون الانتخاب يعني الصوت الواحد، وكان قانون لدير علا المقعد الواحد. هلا ممكن كان في ظلم يعني نائب مقابل 10 نواب من باقي مناطق محافظة البلقة، لا احنا اليوم عندنا جميع نواب محافظة البلقة هم نواب السلط، نواب دير علا، نواب عيرة ويرقى، نواب الصبيحي، فهذا كمان عزز موقف دير علا. وبدي بس اوضح لك شغله، هلا اهتمام سيدنا في دير علا كمنطقة نائية في مكارم وفي القطاع التعليم المدرسي وقطاع الصحي وفي المجال التنموي، وضع دير علا على الخارطة وعكس يعني صورة دير علا الصحيحة ونقل دير علا نقلة نوعية. فإن شاء الله إحنا يعني كفرسان تغيير إن شاء الله وكعام جديد وكيوم وطني يعني عيد ميلاد سيدنا يوم جديد، حابين تكون إطلالة شبابية إن شاء الله، يعني ونطمح ونأمل بالمزيد إن شاء الله. إن شاء الله يا مهندس فايز، نحن بتمنى لكم يعني بالتأكيد كل التوفيق. يعني للأسف في ظل غياب الخطط الفعلية للتنمية المستدامة يعني دائما منعول عليكم أنتوا الشباب ومبادرتكم. العموم تحياتنا لحضرتك وكل أهالي دير علا.